السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تنقترح عليكم طرطة تجي زوينة بزاف، اقتصادية، سهلة التحضير وراقية في المنظر. نقدموها للضيوف والكذا اللي نفرحوا بها العائلة ديالنا. تنتمنى تعجبكم، فعلا تستحق التجربة. وعملتها بفواكه الموسم كيف ما تتعرفوا بأن الفريز هذا وقته، لما لا نستغلوه بحال هاد الطرطات. ونعملو كيكة بيضة وحدة، غنعملو واحد الكيك اللي هو خفيف وتيجي لذيذ، تتوالم مع هاد الكريمة اللي غنعملو وهاد الفواكه. وكيف ما تتشاهدوا هذا هو القوام ديال التورتة ديالنا، تجي داك الكريمة رائعة. غنعملوها بالكريمة ديال الكريم باتيسيير، واللي عجبتكم الوصفة ما عليكم إلا تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير بالتفصيل. بالنسبة للكيك غادي نعملو فيه المقادير الآتية. غنعملوها بيضة وحدة، تنحتاجو فيها بيضة، 20 غرام ديال النشا او مايزينا، كاس ديال الدقيق الابيض او ما يعادل 100 غرام، نصف كاس ديال السكر 60 غرام، 6 مليلتر ديال الزيت النباتي، 70 مليلتر ديال الحليب اللي يكون ساخن باش يعطينا داك الهشاشه لهداك الكيك. تنحتاجو كذلك خميره ديال الحلويات من وزن 7 غرامات، وسكر المنكب بالفاني 7 غرامات، قشور برتقاله، قبصه ملح. في انيه نوضعوا البيضه، من الافضل تكونوا خرجتوها من الثلاجه طبعا. نضيفوا قشور برتقاله وقبصه ملح. يمكن لكم تعوضوا قشور البرتقاله مع بقشور الليمونه او حامضه. سكر المنكه بالفاني 7 غرامات. نكهات طبعا تتبقى على حسب الذوق، ولكن هاد لوغو ديال البرتقال تيتوالم بزاف مع الفواكه اللي غنزينو بها في الاخر. هنا 60 غرام ديال السكر، تقدروا تنقصوا ديروا غير 50 غرام. نخلط السكر الفاني والبيضه وقشور البرتقاله مزيان حتى ما يتبقاش تبان داك السكر يتجانس مع البيضه. هاد الشكل كيف ما تتشاهدوا نضيف الزيت 60 مليلتر ديال الزيت النباتي، حليب ساخن هنا 70 مليلتر اللي تعبروا بالغرامات والمليلتر، 70 مليلتر يكون ساخن، تعطي داك الهشاشه للكيك وتيجي الكيك بحال جينواز تقريبا، تيجي رطب بزاف واسفنجي. نخلطوا هاد العناصر مزيان. هنا النشا عندنا 20 غرام او ملعقة كبيرة ممتلئة، نغربلوها. احنا نضيفو النواشف وحنا تنغربلو طبعا، ونخلطو في نفس الوقت بهذا الشكل كيف ما تتشاهدو. هنا خمارة من وزن 7 غرامات، تايا نوضعوها نغربلوها كذلك، عاد نوضعوها ونخلطو مزيان. والدقيق كاس بقياس كاس العنبة، وبالغرامات 100 غرام. نوضعو الدقيق وحنا تنخلطو كيف ما تتشاهدو، تتجانس العناصر مزيان. ما افضل يكون الدقيق نوية جيدة باش تحصلوا على نتائج مزيانة. نخلطوا مزيان، نوريكم في الاخير القوام ديال الخليط. نخلطوا هاد العناصر، هذا هو القوام كيف ما تتشاهدوا، خفيف شويه، هذا هو القوام ديالو. هنا اسمول اللي دهنتو بالزبده ورشيتو بشويه الدقيق، يمكن لكم تغلفوه بورق الطهي
هنا بغيت السمك ما يكونش غليظ بزاف، عملت مول اللي هو كبير، اللي بغيتو السمك يكون غليظ شويه يمكن لكم تعملوا مول صغر من هذا. انا بغيت السمك ديال الكيك اللي في التحت يكون الحجم ديالو يكون صغير شويه، حيت غنوضعوا مازال الكريمه وغادي نوضعوا الفوق واحد الطبقه ثالثه. صافي نحاول نوزع الخليط بالتساوي وندخلوها طبعا على فرن يكون ساخن من قبل، وعملوه على درجه 180 درجه 150 درجه على 180 درجه. الكيك يطيب من التحت راه دغيا دغيا تيطيب واحد 15 دقيقه، حيت عندنا السمك ديالو رقيق حتى 20 دقيقه. صافي هنا طابلي وتحمر من الفوق كيف ما تتشاهدوا بهذا الشكل. نحاول نحيد له المول، وانا غنستعمل هذا الاطار. هنا نقلبوا في الصحن اللي غادي نمونطي فيه الحلوه او التورته باش يجوني الجوانب مقادين. نستعن بهذا الاطار ونحاول نقطع الحواف او الجوانب، نضغط عليه هكا بهذا الشكل كما تشاهدوا. نضغط عليه مزيان ونحيد هذيك الاطراف. صافي الكيك غادي نوضعو على جنب ونتقلو ان شاء الله باش نعملو الكريمه اللي غتكون من الفوق، واحد الكريمه سهله. بالنسبه للكريمه تنحتاجو نصف لتر حليب، ساشي د السكر المنكه بالفاني، جوج معالق كبار د السكر او ما يعادل 20 غرام، وجوج معالق كبار ممتلئه ديال بودره الكريم باتيسيير او ما يعادل 40 غرام. هادو هما المقادير ساهلين، طريقه سهله. في كاسرول نضع الحليب نصف لتر كامل، نضيف له السكر السكر جمعة الكبار 20 غرام، نشا عفوا بودره الكريم باتيسيير 40 غرام او جمعة الكبار ممتلئه. اللي ما كانش متوفر يمكن لكم تعوضوا بالنشا وسكر المنكه بالفاني. كل شيء هاد العناصر غنضعوها على نار معتدله ونخليها تتقال. صافي الخليط هنا ولا بهذا الشكل كما تتشاهدوا، خلاه واحد 4 دقائق 5 دقائق يتقلب بهذا الشكل. صافي طفيو عليه وانتم تتحركوا باستمرار باش ما يتكتل لكمش او ما يلصقش في الكاسرول. ونوضعوه هو ساخن فوق الكيك اللي بردنا ونخليوه على جانب تتماسك شويه الكريمه. هاد الشكل نخلي على جانب. هنا ملي تماسكات الكريمه خديت فريز وموز وغنزين من الفوق. يمكن لكم تعملوا اي فاكهه تعجبكم، بما ان موسم ديال الفريز قلت لما لا نعملوه في حلويات بحال هكا او طورطات، تيجي زوين تتماشى مع هاد الكريمه اللي عملنا. صافي نزين بهذا الشكل، وطبعا نتوما على حسب التزيين على حسب الرغبه. هاد الشكل كما تتشاهدوا خليوه الكريمه تدفى عاد عملوا هاد الفواكه. صافي ندخل المجمد من الافضل تتماسك تماما، ونعملوا الطبقه الثالثه او طبقه الجيلي اللي كل طبقه اخيره هو اللي عطات اللمعان. هنا عملت كاس الا ربع ديال الماء او ما يعادل 120 مللتر، جمعه الكبار ديال السكر او عفوا ملعقه كبيره ونصف او ما يعادل 15 غرام ديال السكر، الحلاوه على حسب الرغبه. ونعمل هنا واحد كيس ديال الفلون ديال العادي، هذا يمكن لكم تعوضوا الماء بالبرتقال، ولكن الماء تعطي داك الشفافيه لهداك الجيلي من الفوق وتيبان هذيك الفواكه تتجي واضحه. وطبعا نتوما على حسب الرغبه يمكن لكم تعوضوها بالعصير البرتقال على حسب الرغبه ديالكم. خليته هنايا تغلى، سمحوا لي تقطع لي هذا المقطع، تغلى تماما وداب هذاك السكر وتجانست الماء مع هذاك الفلون، وكبيتو فوق العناصر الاخرى تجمد تماما حتى واحد الساعه المكانه تجمد وتماسك مزيان، عاد كبيت فوق منه هاد الطبقه الاخيره. صافي ندخلو عاود الثلاجه تتجانس تماسك العناصر اكثر، عاود نحيدوه من المول.
على الاقل خليوه 3 سوايع باش يسهل عليكم انكم ما ديموليوه. هنا منين خليتها واحد 3 سوايع في الثلاجه صافي، نحاول نحيد بشويه ولي شتو لصق في شي بلاصه ماشي مشكل، دوزو سكين صافي تتحل بسهوله كيف ما تتشاهدوا بهذه الطريقه. والحلوه ديالنا تجي بهذا الشكل كيف ما تتشاهدوا الطبقات كيف تيجيو، حلوه راقيه وسهله بمقادير اقتصاديه كيف ما تتشاهدوا، وراه تجي زوينه تنصحكم انكم تجربوها عن جد كيف ما تتشاهدوا الطبقات. تجي بهذا القوام كيف ما تلاحظوا، هذاك الكريمه تجي متماسكه تجي لذيذه بزاف. تنتمنى الوصفه اللي قدمت لكم او الطرطه اللي قدمت لكم هذا اليوم تعجبكم وتنال استحسانكم، والى اللقاء الى فيديو جديد باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه وشهيه طيبه.